إذا لا يكون العيب في السلاح في كل مرة متعلقا بالتصنيع أو بالتكنولوجيا، وإنما أيضا بقطع الغيار وطريقة الاستعمال وتعدد الجهات المشاركة في إنتاجه. الأمثلة القريبة هي فيما حدث لمنظومة بنتسير S2 الروسية في الميدان الأوكراني، تركها في مكان واحد لفترة طويلة زاد الضغط على إطاراتها وتسبب بتشققها، وحتى في محاولة الإصلاح تم شراء إطارات صينية لرخص ثمنها، وهذا ما فاقم المشكلة. ثانيا، مهما بلغت قوة الآلة الحربية فإن صيانتها تشكل نصف نجاحها. روسيا خسرت هذه الميزة لأن العقوبات جففت التكنولوجيا المستوردة الضرورية لصيانة ترسانتها، وفي الواقع الاعتماد الأجنبي لصناعة الدفاع الروسية وصل إلى 80%. ولهذا مثلا شركة فوستوتشيني فيرف أهم مورد للبحرية الروسية ألغت طلبات حكومية لسفن بقيمة 35 مليار روبل في أبريل الماضي. المشكلة تظهر لدى الولايات المتحدة ولكن بوجه آخر، فجميع أنظمة ومنصات دفاعها الرئيسية لا تعمل إلا بأشباه الموصلات. وبعد أزمة تايوان بدنا نعلم الآن أن أمريكا لم تستثمر بما يكفي في مجال الرقائق، وضعة أمنها القومي وأكبر جيوش العالم في يدي حليف موثوق. لكن المشكلة أن هذا الحليف أقرب جغرافيا للخصم بكين من واشنطن. حسين الطود. ينظر إلى الأسلحة الأمريكية على أنها الأكثر تطوراً، لكن الولايات المتحدة لم تنجح بتصنيع كل ما أرادت إنتاجه، فمشاريع عدة ألغيت إما لأسباب تقنية أو بسبب التكلفة الباهظة. منها ونبدأ بحراً المدمرة الشبح زومولد التي ألغي برنامجها بعد بناء 3 سفن فقط بدلاً من 32 وإنفاق 22 مليار دولار. براً هناك برنامج المنظومات القتالية المستقبلية لتحديث الجيش الأمريكي من عام 2003 إلى عام 2009، وألغي بعد إنفاق أكثر من 32 مليار دولار. أما جواً فقد ألغي مشروع مروحية الاستطلاع الحربية RH-66 كومانش عام 2004، وكان السبب الرئيسي التكلفة المرتفعة، حيث تخطى مجموع ما صرف 7 مليارات دولار. أموال طائلة يؤمنها الكونغرس ضمن الموازنة التي يخصصها للبنتاغون.